بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو بحول الله سنكمل رحلتنا في مادة الكهرومغناطيسية التطبيقية، انتهينا في هذه المادة في الفيديو السابق، انتهينا من الجزء الأول الذي تناول هذه المادة، تناول بعض حالاتها. طبعا كان الجزء الأول الحديث فيه كان يعني دار الحديث فيه عن الموجات، لها موجة كهرومغناطيسية كيف نتعامل معها، وفي الجزء الأخير تناولنا موضوع الفاسولز أو ما يعرف بالمطواء. في هذه وأيضا تعرفنا عرجنا أيضا على الأعداد المركبة. هنا سنتكلم في هذا الجزء الثاني من هذا المساق الجامعي الذي يفرض على كل طلاب الجامعة في الفيزياء والهندسة الكهربائية، سنتكلم عن transmission lines أو خطوط النقل. إذا بداية نقول هنا عن خطوط النقل، هو مصطلح يحتوي على بنية كل الوسائط التي تنقل الطاقة أو المعلومات بين النقطتين. هو في الغالب في الهندسة، في التصميم، في التقنية، في التطبيقات التقنية بين هلالين التكنولوجية، هو عبارة عن الفكرة بين نقطتين، كيف تنقل المعلومة من النقطة إلى النقطة الأخرى، فنسمي هذا transmission lines، خطوط النقل. طبعا عندنا المثال، عندي مثلا مثال أول الألياف الطبيعية، الألياف العصبية عفوا، عندي هنا neural fibers. طبعا كانت في العلوم العصبية، أنا فقط أود أن أعرج على معلومة مهمة جدا هنا، لأن أغلب التطبيقات التي نرى مثلها في الحالة الهندسية والفيزيائية، التطبيقات الهندسية هناك يعني، هي حالات غير من طبيعية. الألياف العصبية كانت هي المرشد الكبير جدا لعملية الألياف البصرية، فايبر أوبتكس أو أوبتيكال فايبر، الألياف البصرية، وحتى الخطوط النقل العادية كانت مهمة جدا جدا، أن الإنسان يتبنى تلك التعريفات لتطويع أو لتطوير تكنولوجيا أو تقنية حديثة. المواعي التي تدعم المباني في وجه العواصف أيضا هي عبارة عن خطوط نقل، لأنها تسهم في انتقال الطاقة، تفريغ الطاقة. أيضا يوجد عندي التلفاز مثلا، كيف تنتقل الصورة، الفيديو، والألياف البصرية. هو يعني باختصار، أنا فقط ما أود أن أنوه إليه باختصار، أن هي العملية هي عبارة عن transmission lines، هي عمليات تسمح بانتقال الطاقة أو المعلومة من مكان إلى آخر، وغالبا ما تختار الموجة الكهرومغناطيسية حديثا بسرعتها. يعني نعرف أن الموجة الكهرومغناطيسية نتعامل معها فعليا على أنها ضوء، سرعتها سي 3 times 10 to the 8 meter second. إذن هذه هي السرعة، هذه السرعة الكبيرة جدا يستفاد منها في عالم الاتصال بين نقطتين. إذن وأيضا في الدراسات الحديثة يرجى أو يتوقع العلماء يستفاد منها في عمليات انتقال المعلومات داخل الدارة المتكاملة، integrated circuit. الاتصال كان من المسافات البعيدة، أما داخل الدارة يصبح عندك حاسوب مثلا، متنقل، لابتوب، تحصل عنده هنا المعلومات في الموجة الكهرومغناطيسية بين هلالين نتيجة الضوء. إذن هذه هي تنبع أهمية دراستها بالنسبة للطلاب. أنا لن أستفيض أكثر في هذا الشرح، سأعرج مباشرة عن أسلوبي، سيكون بحول الله أسلوب حل مسائل، سأعرج مباشرة على المسألة، نحلها سويا وإن شاء الله تستفيدون منها بحول الله وقوته. سأكبر الشاشة قليلا هنا، ها هي. يقول لي استخدم الجدول لحساب معاملات الخط الهوائي. طبعا أعتذر بخصوص الجدول هنا، طبعا أنا الجدول معروف اسمه، يمكنك استخراجه على الإنترنت، اسمه Transmission Line Parameters أو محددات خطوط النقل، يعطيك الخاصة في المقاومة، في المحاثة،
الخاصة في الكاباسيتنس، في السمنز الخاصة فيها. أرجو منكم استخدام كان بإمكانكم استخراجه من خلال الإنترنت. أنا سأستخدم، يعني أنا كتبت السؤال ترجمته مباشرة بهذه الصورة، لكني سأحل مباشرة مرة أخرى، سأطرح اسم الجدول، من شاء منكم أن يطلع عليه. Transmission Line Parameters، Transmission Line Parameters. إذا يقول لي لو استخدمناه، يقول لي الحساب معاملات الخط الهوائي، يوجد عندي ما يسمى Airlines. أعتذر، يسمى إيرلاين، خط هوائي. طبعا هنا يقول لي كيف المسافة تفصل بينهما، مسافة مقدارها 2 سنتيمتر. إذا أيضا أضع D equal 2 سنتيمتر. بما أنه هو أيضا الخط هوائي كما هو واضح، بإمكان أيضا أن أفرض بأن الأبسلون، الأبسلون الأساسية أبسلون الصفر، وأيضا هنا عندي الكوندكتيفيتي، أيضا هنا عندي ميو الصفر. إذا هذه المعلومات من خلال كلمات الخط الهوائي استخرجتها. أيضا قال لي أنه عندي السيجما، السيجما هنا، بما أنه عندي هنا السيجما مثالية سعر الصفر. أستطيع أن أجد المعاملات الآن. نضع المعادلة بداية للـ R، هنا R S، R Source أو المصدر، أضع بين هلالين بهذه الصورة، قول بأنها باي F U C على سيجما سي. الكل يعني تحت الجذر أو القوة نصف. السيجما كما أنت تلاحظ هنا هي الصفر، إذا قيمة غير معرفة أو غير معرفة، إذا هي غير موجودة في هذا في عالم الهندسة. وبناء عليه نستطيع أن نعمم أيضا بأن الـ R في هذه الحالة، في الـ يعني هنا عندما أخرجنا Transmission Line Parameters R prime، نضع عليها الشحطة في الأعلى، هي أيضا صفر، صفر عفوا. لأنه الأساسية هنا صفر، إذا هنا عندي صفر، الـ R الصفر. أستطيع أن أكمل أيضا أنا المحاثة، الصفر عفوا على باي الان. أنا أعود في المعادلة مباشرة، دي 2A بلس سكوير روت أو جذر التربيعي دي على 2A تربيع ناقص 1 على هذه الصورة. إذا أستطيع أيضا أن أكمل الآن الحل. يعني الصفر أعطاني إياها، الصفر أو مفروض موجود هيك ثابت، الكل مفروض أنه يعرفها، 4 باي ضرب 10 سالب 7 لما نضع الوحدات على باي ال ان. الدي اعطاني اياها هي عباره عن 2 عفوا دي اعطاني اياها هي عباره عن 2 سنتيمتر، الدي 2 سنتيمتر. الاي هي عباره عن المليمتر، أنا وحدتها، إذا أنا وحدتها حولت كله في إلى وحدة ملي، فيصبح 20 على 2
20 على 2 مع الاختصار، لأنه هو عندي طبعا 2 ضرب 1 مليمتر، عفوا 2 ضرب 1 مليمتر 2 مليمتر، إذا وضعتها هي 2 2 ضرب مليمتر، وال2 سنتي أصبحت 20 مليمتر زائد الجذر التربيعي، أيضا سأضعه كما هو 20 على 2. شو على 2 تربيع ناقص 1، وأغلق بهذه الصورة. أكمل الآن باي مع باي، ذهبان تهبط عندي 4 ضرب 10 سالب 7. أكمل أيضا 20 على 2، أو أضع الـ N مباشرة، 10 زائد 20 على 2 10، 10 تربيع 100 ناقص 1 99، زائد جذر 99، جذر التربيع لي 99. إذن بهذه الصورة، إذا أنا وضعتها في الآلة الحاسبة الآن أصبحت جاهزة. لو وضعتها في الآلة الحاسبة سيخرج إلي 1.2. طبعا انتبه إلى الوحدات مايكرو هنري، المحاثة لكل متر. الآن أيضا عندي جي بان، هي رمز الكوندكتنس، يساوي الصفر. لماذا تساوي صفر؟ أنت تعود إلى المعادلات، أنه أصلا في السؤال ماذا أعطانا؟ أعطانا سيجما تساوي الصفر، السيجما تساوي الصفر، إذا الكوندكتنس أكيد سيساوي الصفر. يعني هنا أنا يعني لا أشترح معلومات جديدة من عندي، لكنه السيجما أيضا هي حاصل ضرب باي في سيجما يساوي الصفر، إذا أكيد السيفنز لكل متر الكوندكتنس لن تكون موجودة. إذا بقي عندي ماذا الآن؟ انتهيت من الكوندكتنس، بقي عندي الآن الكاباسيتنس. الكاباسيتنس أيضا فرد لكل متر الواسعة، سأحسبها الآن. سي برايم أيضا معادلتها موجودة وجاهزة، يمكن تستخدمها. قال لي بأنها باي سيجما الصفر ال ان دي على 2 اي زائد سكوير روت دي على 2 اي تربيع ناقص 1. طبعا نحن حسبناها في الآلة، باي موجودة، سيجما الصفر 8.85 ضرب 10 سالب 12 الان، حسبناها في الأسفل أو عفوا في الأعلى، 10 زائد جذر التربيعي لل 99. إذا كم تساوي؟ 9.29 بيكو، انتبه إلى الوحدات، بيكو فرد، بيكو فرد كل متر. لاحظ هنا نحن حللنا المثال بالكامل، هذه هي المعاملات الخاصة بخطوط النقل بين خطين، بين خطين كهربائيين موجودين هنا عندي. حسبنا إذا، حسبنا الريزيستنس المقاومية، حسبنا الاندكتنس المحاثة، حسبنا الكوندكتنس الموصلية، حسبنا الكاباسيتنس، حسبنا الكاباسيتنس. والله فكرة التعريف الكاباسيتنس لا تحضرني الآن، إذا مرة أخرى شرحتها كثيرا لكن لا تحضرني الترجمة الفورية لها. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. شكرا لكم أحبتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وبركاته.